شكرا. دعوني في البداية أعبر عن تقديري وامتناني لهذه اللحظة التاريخية في حياتي في هذه المدينة الجميلة التي تستضيف بها مصر قمة تنوع البيولوجي، ونحن نفكر كيف يمكن أن نضع خريطة لهذا الطموح الواقعي للتنوع البيولوجي لكي نرسم خريطة للعالم بعد إطار 2020. 3 سنوات من العمل مع الشركاء على التنوع البيولوجي وإعطاء الرئاسة للزملاء والأصدقاء من الصين، حيث أننا مستعدون بأن نجتمع في هذا الاجتماع الخاص بالتنوع البيولوجي بالإضافة للاجتماع التالي في مونتريال في نفس المدينة التي تستضيف مؤتمر المناخ كوب 27 نتحدث عن التنوع البيولوجي. وكانت سوف تكون هذه فرصة ضائعة إذا لم تتمكن رئاسة مصر من خلق هذا الرابط بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ، لأنه ببساطة الطبيعة تأتي على رأس الأولويات، وهناك دليل يظهر كل يوم على العلاقة بين الاثنين. لذا دعوني في البداية أعبر عن تقديري وكذلك شكري للفريق من وزارة البيئة وفريق التنوع البيولوجي الذي عمل لكي يحقق هذه المبادرة. وأود أن أشكر شقيقتي رزان المبارك على دعمها لنا، وأنا واثقة بأن الطريق من كوب 27 حتى كوب 28 سوف يجعل التنوع البيولوجي في قلب عمل مواجهة تغير المناخ. وشقيقتي كذلك وزيرة ألمانيا ستيفي لانكا وزيرة البيئة في ألمانيا للرئاسة المشتركة لهذه المبادرة. شكرا لك. أنا يشرفني ويسعدني هذا، وأنا أعرف أن هناك سيدتان تعملان على مبادرة تخدم الناس، وكذلك أنا سعيدة بوجود شركاء أنا السيدة شيري الرحماني وزيرة البيئة من باكستان، ليست موجودة هنا الآن ولكنها شريك كذلك في هذه المبادرة، وكذلك شقيقي وزير الموارد الطبيعية وتغير المناخ في جمهورية ملاوي ماكاكا. شكرا لك على وجودك معنا في هذه المبادرة. وكذلك السيدة راندا مالوري رئيسة مجلس البيئة وهي شريك كذلك معنا، وكذلك أخيرا وليس آخرا مفوض الأوروبي للبيئة راجنيست. شكرا لك على وجودك معنا هنا، ولقد كنت داعم كبير للتنوع البيولوجي، وكذلك وزير المناخ والبيئة من النرويج فيراس إديم. شكرا على انضمامك إلينا، وأود كذلك أن أعلن عن شركاء آخرين من اليابان وسلوفينيا كجزء من هذه المبادرة. في الصباح أنا أعطيت كلمة سريعة عن الحلول القائمة على الطبيعة وكيف أن هذا سوف يسهم في إزالة الكربون من خلال هذه الحلول، وهذا أكبر حتى من تقليل الانبعاثات من قطاع النقل. وأنا سعيدة للغاية بأن نطلق هذه المبادرة مع كل هؤلاء الشركاء مع زميلتي من ألمانيا، ونحن نعدكم أننا لن ندخر أي جهد حتى كوب 15 لكي نناقش الحلول القائمة على الطبيعة ونجعلها قابلة للتنفيذ وملائمة للجميع في كل دول العالم، لأن هذا هو سبيل إنقاذ المناخ وحل أزمة التنوع البيولوجي. شكراً.